وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت الكريمة كتسولي بأنك سولتي، يعني سمعتي لشي شيخ ولا في شي درس بأن شي واحد من الشيوخ قال بأن الحمام لا يجوز للمرأة أن تذهب إليه. ثم السؤال ديالك، واش حتى الرجال ولا غير العيالات؟ لا، غير العيالات. لفظ الحديث جاء هكذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، أي زوجته، حليلة هي الزوجة، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. حديث ثاني تيقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرأة خلعت ثيابها في غير بيت أهلها فقد هتكت كل ستر كان بينها وبين الرحمن. هذا حديث، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول تيقول اللي كي آمن بالله سبحانه وتعالى وكي آمن بيوم الآخر، علاش قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، والقرآن تلقوا فيه واليوم الآخر، لأن يوم الآخر هي يوم المقاصة والمحاسبة، تما غادي نتحاسبوا وكل واحد غادي يحاسب الله عز وجل على الأعمال ديالو، إن حسن فحسن وإن سيء فسيء، من وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. علاش؟ لأن يوم الآخرة يعني قيس فيه المحاسبة، فيه المحاسبة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا يوم الآخر بأن غادي نوقفوا بين يدي الله. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ما يدخلش الحمام إلا بالمئزر. المئزر هذا كيتكلم دابا في المقطع الأول من الحديث على الرجال إلا بغاو يدخلوا الحمام العمومي يدخلوا بهذا الشرط، يعني الشرط اللي هو يلبسوا الشورت ولا المئزار اللي هي كتعتبر كيتسمى بالتبان، ولا الشورت اللي غادي يغطي لهم من السرة تحت الركبة. السرة هي البوط، الراجل ما يمكنش انه تشاف العورة ديالو حتى يكون بعلى الرمال، حتى الا كان مع الرجال لا بد يلبس شي حاجة اللي غادي تستر ليه من البوط ديالو تحت الركبة ديالو، لان الفخذ ديال الرجل من العورة المخففة. هذا بالنسبة للرجال، هذا من شروط الحمام. بالنسبة للرجال إلا يدخلوا الحمام خص يدخلوا بالمئزار ويغطوا الطرف، ما يشوفوا في العوارض ديال الناس، وما ينعس على كرشو لأنه حرام، وما يصرف في الماء، ويأمر بالمعروف وينهي عن المنكر. هذه شروط دخول الحمام بالنسبة للرجل. الحديث المقطع الثاني من الحديث هو: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته والحمام، ما خصوش أنه يخلي الزوجة ديالو تمشي للحمام العمومي، الحمام ديال الزنقة ولا الحمام ديال الجيران ولا الحمام ديال الحومة، لكن إلا بغات تمشي للحمام ديال المحارم ديالها، اللي حمام ديال باها خوها ولدها عمها خالها، المحارم ديالها ما في مشكل، إنما ما يجوز لها أن تخلع ثيابها في غير بيت محارمها. إلا خلعت الثياب ديالها في الحمام اللي هو الحمام العمومي فقد هتكت كل ستر بينها وبين الرحمن، داك الحيل اللي بينها وبين الله سبحانه وتعالى راه تكاتو. المقطع الثالث في الحديث: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليه الخمر، ما خصوش انه يجلس في شي قهوة ولا في شي دار ولا في شي مكان فيه واحد طابلة دايرة وواحد من دوك الجالسين في ديك الطابلة كيشرب الخمر ولا الويسكي ولا المخدرات ولا كذا، وعليها يقاس سائر المعاصي من الفسوق والفجور، بحال الظلام، بحال القمار، بحال الميسير، بحال إلى آخره. وخرج ورد الحديث هنا من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى، هو ما يجوز أن الإنسان يعني يجلس في المجالس اللي يدار عليها الخمر، كيشربوا فيه الناس الخمر. إذن هذا الحديث راه حديث صحيح أختي الكريمة. لذلك جعل العلماء والمحدثون أنه باب وجوب اتخاذ الحمام في المنزل، وما خص الإنسان يقول أنا ما نقدرش، كان نتكلموا على الناس اللي يقدروا، على اللي كيبني الدار ب 40 مليون و 50 مليون وما يقدرش أنه يدير الحمام. شنو الحمام؟ حمام فين يغسلوا؟ كاين الحمامات متطورة الآن، كاين الحمام ديال الضو، كاين ديال البوطة، كاين ديال الغاز، كاين ديال العود، يدير الإنسان غرفة الضيافة ويدير لاكور ويدير الصالون ويدير يعني واحد المجموعة ديال المرافق ديال الدار، وتيخلي الحمام هو الآخر ما كيفكرش فيه،
ما كيفكرش فيه، وتيخلي المرأة ديالو تمشي للحمام العمومي، فحرام فلا يجوز. حتى المرأة مع المرأة، وخا يكونوا غير عيالات في الحمام، ما يشوفوا في بعضياتهم.